مرحبا، حلقة اليوم لصناع المحتوى، الناس اللي بتحب تطلع لايف على فيسبوك على يوتيوب بأكتر من كاميرا، كاميرتين وممكن ثلاثة كمان. الحلقة اليوم لألكن جادجتس غريبة شوي، وحتى لو مش صناع محتوى كمان فيكو تستعملوها، جهاز صغير حنشوفه مع بعض. بس قبل ما نبدأ الحلقة خلينا نشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، وإذا عندكم أي سؤال عن الغرض اللي معنا إياه اليوم أو أي شيء تكنولوجي بشكل عام حطوه بالتعليقات، وخلينا نشوف مع بعض حلقة جديدة من مستر تك. مرحبا، حلقة جديدة من مستر تك، معكم إيهاب سالم. اليوم معي جادجت، معي شيء للناس اللي تحب تطلع لايف، ناس بتيجي بتقول أنا بدي أطلع بكاميرتين وبثلاثة كمان ممكن، وما معي بادجت أو ممكن يتكلف كتير. هذا الشيء لا، مش مزبوط. اليوم معي غرض بيشبه التابلت تقريبا، سكرين صغيرة من يولو، يولو لايف أو يولو بوكس، فينا نطلع ملتي كاميرا لايف ستريم عن طريقه. أول شيء خلينا نشوف شو فيه بالعلبة. موجود بالعلبة أول شيء أكيد اليولو بوكس، وفي جراب لإله كفر منيح، وفي بروتكشن للشاشة حماية، وفي مشان السيم كارد، سيم كارد ليش عم نحكي عن تليفون، هلا بعد شوي حنعرف، وتايب سي، وهيدي اللي بنحطها دلاتي مرحبا إذا بدنا نوصل البوكس على الكاميرا فبنستعملها بهذه الطريقة. إذا عم تستعملوا اي نوع من الكاميرات فبنوصل هيدي بالبوكس نفسه وهيدي بنحطها بالكاميرا. خلينا نشوف مع بعض اليولو بوكس. اول شيء خلينا نشوف الجهاز المخارج تبعه ولشو كل واحد منه. هون في عنا اثنين مخارج للاتش دي ام اي للتوصيل على الكاميرات الموجوده، الكاميرا اللي بوجهي اللي شايفينها هون، وكاميرا اللي فوق اللي حوصلكم إياها بعدين ونشوفها مع بعض. هون عم نشوف اليو اس بي، فينا نوصل كاميرا إذا بدكم سيكوريتي كاميرا أو كاميرا اللي كنا نستعملها بالكمبيوتر بالزمانات لنعمل تشات لايف تشات، فينا نستعملها هون. والأوت اتش دي ام اي أوت تنشوف الصورة اللي حناخدها باللايف، حابين نطلعها نحن كنا بقاعة أو كنا بمكان والناس حابة تشوف هيدي الصورة، بنشوفها عن طريق الاتش دي ام اي أوت اللي عم تشوفه هون. إنترنت لأنه هذا الجهاز بيشتغل على الإنترنت. 3.5 أوديو أوت إذا حابين نمشي موسيقى عن طريق الميكسر اللي شايفينه هون، فبنوصل عادي الكابل الجاك موجود هون بنحطه وبصير فينا نلعب موسيقى عن طريق ناخد من طريق الميكسر اللي موجود. زائد هون عنا تايب سي الشاحن، هيدا بالنسبة للواجهة اللي تحت إذا بدكم. الواجهة الثانية اللي موجودة عنا إياه هون في كبسة الباور، في كبسة الـ SD كارد اللي موجودة هون وفوايدها للـ SD كارد، فينا نحط نسجل اللايف تبعنا عن طريق الـ SD، فإذا طلعين نحن لايف وصار في دروب باللايف تبعنا بوقت من الأوقات وحابين نرجع نطلع مرة تانية عن طريق الـ SD فينا نسجله. إذا ما سجلنا على الـ SD وحبينا نلعب فيديو خلال اللايف تبعنا فينا نحطه على الـ SD كارد كمان الموجود ونلعب الفيديو. خليك إذا تسألت وقلت مثلا طيب إذا حابين نلعب فيديو ونسجل بنفس الوقت، ساعتها فينا نستعمل الأوتبوت اللي موجود هون الـ HDMI على حيالله هارد درايف برا أو على أي لابتوب وبنسجله عن طريق الأوت اللي موجود بالـ HDMI. هيك حاطيننا حلول لكل شيء. بضل في عندي هون المحل الفاضي هون اللي شفناها من شوي كرمال نوصلها فيها هيدي كإكستنشن ونركبها بالكاميرا، مش هنعوزها هلأ بعدين نستعملها. زائد هون في عندي سألتوني ليش في البن، في البن لأنه في حال الإثرنت كان مش موجود مش متوفر في عنا سيم كارد مشتغل 4G وبنطلع لايف عن طريقه. آخر شيء هون عنا إياه أوديو أوت إذا حابين نستعمل سماعات خلال اللايف اللي إحنا عم نستعملها أو حابين نحط سبيكر عن طريقة فينا نستعمل الاوت الموجود هون. سيم كارد مش موجود او ما في عندي انترنت، هو
وإنترنت مش موجود، هذا الجهاز بيشتغل كمان واي فاي، فصار في عندنا ثلاث طرق للتوصيل. خلينا نشوف مع بعض، نعمل مع بعض مثل لايف على فيسبوك ونشوف كيف بيصير السيت اب. تنبدأ من أول شيء فينا نوصل هون بيطلع عنا هيدي البيج اللي شايفينها، فينا نوصل الواي فاي. شغل صغير بدي أقوله بالأول، لازم نعمل اشتراك باليولو وحتاخد منكم تقريبا نص دقيقة أو دقيقة ماكسيموم حيوصلكم إيميل. أول ما تفتحوا الجهاز حيطلب منكم الإيميل تبعكم، جيميل أو ياهو أو شو ما كان يكون، حطوا الإيميل تبعكم، حيوصلكم بين كود 4 أرقام حتحطوه بالجهاز، أكيد لازم يكون موصول على الإنترنت، وهيك بيصير عندكم أكاونت لليولو وفيكم تستخدموها من أي مكان أو بأي جهاز. فيما بعد حبيتوا تغيروا الجهاز صار باسمكم. تفتحوا الجهاز حيكون عندكم الأوبشنز الموجودين، فيسبوك، يوتيوب، تويتر وتويتش، زائد هون عندنا التايم زون، فينا نحط أي بلد نحن موجودين، أنا حطيت الإمارات حسب البلد اللي أنتوا فيها. خلينا نعمل مع بعض تيست تا نطلع لايف ونشوف مع بعض توصيلات اللي تبعتنا اللي حنكون، ونطلع بكاميرتين لايف على الفيسبوك. هيك بيكون صار عنا كاميرتين موجودة موصلين عنا إياها، هاي الكاميرا اللي بالوجه وهاي الكاميرا اللي فوق. أول شيء مثل ما قلت حيطلع عندكم شو الأوبشنز اللي احنا حنستعملهم، فحنفوت حنعمل ريجستريشن كفيسبوك. إيهاب سالم أنا عندي إياه، سجلتها هلأ من شوي، ففيكم تفوتوا تعملوا كأنكم فايتين على أي ديفايس جديد، تليفون جديد، ونقول بدنا نعمل لايف عنا إياه على الفيسبوك. بنفوت لهون وحنبدأ مع واحد جديد، حيطلع عندكم شو التايتل اللي أنتوا حتطلعوا فيه، شو المناسبة اللي أنتوا حتعملوها. حنسمي المناسبة تبعيتنا مثلا إيهاب يولو، هيدا حيكون عنوان اللايف تبعنا. تاني شيء حيكون عنا السطر التاني اللي احنا عنا اياه، فيكم تستعملوا السطر التاني لديسكريبشن اكتر، حنقول انه احنا عم نعمل تيست. اوكي، من بعدها حتحط الديت، فيك تعملوا هلا وتقولوا هلا بدنا نطلع لايف، او تعملوا له سكادجول وتقولوا بدي اياه 25 نعمل له سكادجول، والتايم تبعنا حيكون الساعة 3 الصبح مشان ما حدا يشوفنا وتكون الناس كلها نايمة، وبنعمل كرييت. هون طلع عنا انه في سكادجول لايف حيكون عندك يا إيهاب، اسمه إيهاب يولو على الفيسبوك. بنفوت عليه وعن طريقه عم نشوف الكاميرتين الموجودين، ها وها. هون عم يفرجينا انه احنا في عنا ثلاثة، فينا نطلع حتى يوتيوب وتويتش بنفس الوقت، بس لانه عملت لينك بس على الفيسبوك بنعمل يعني هاي الكبسة الحمراء وينك شايفني، اذا بكبسها هلا، لا كبستها، لا ما كبستهاش، بطلع لايف. بس خلينا نتفق على بعض النقط ونشوف بعض النقط نتحدث عليها قبل كل هيدا. كاميرتين الموجودين عندي هون فينا نغير فيهم بطريقة سهلة كتير، فينا نغير الكاميرا من الكاميرتين الموجودين، زائد انه فينا نقول انه بدنا نطلع لايف. هذا اللايف حيكون، انتبهوا كتير منيح، هل هو حيكون public الفريندز تبعك بس او only me؟ خلينا نقول انه حنطلع only me لانه هيدا تيست. بس شغلة تانية عجبتني باليولو بوكس، تايتل بوكس، بس يطلع الاسم تبعكم، بس يطلع مسج بدكم تكتبوها بطريقة سهلة كتير. شفتوا هول الثلاث صفحات اللي فوق بعض، بنكبسهم وعن طريقه بنعمل يس، وبنحط lower third وبنكتب اللي بدنا اياه. فينا نيجي هون نحط انه الاسم، فينا نحط التايتل تبعنا، فينا نحط مسج تطلع من تحت هيك تحت على السكرين هون مثلا، نكبسها ومنكتب التايتل تبعنا ونعمل next. صارت عنا اياها موجودة، وفي بس نكبس له done حتكون موجودة عنا، بتطلع حفرجيكم اياها فول سكرين وصارت موجودة. فينا نطلعها كتايتل مع وقت من تحت، او فينا تطلع كمسج. بس نطلع لايف وبيكون في عنا على الشاشة عم يطلع كومنتس، الحلو بالبوكس هون انه الكومنتس حتطلع عنا هون، بنقراهم بنشوفهم، الناس شو عم بتعلق علينا خلال اللايف تبعنا. احنا عم نتحكم بالكاميرات وعم نغير بين كاميرا التانية، وكل شيء كومنتس عم نشوفها لايف حنشوفها على الشاشة. هون فينا نقرر شو نوع البيكتشر، الصورة الكواليتي اللي بدنا اياها، بس نكبس فوق
واكيد بس نكبس جو لايف حنطلع لايف. هلا انتبهت سليمان ولو مش شايف الكابل يا زلمه، نعتذر انه الكابل كان مبين معنا طول الحلقه، بس عادي يعني خليه مش حيروح. مع الشاشه ال LED اللي عم نشوفها شايفين الحجم كبير، بس الوزن اقل من نص كيلو، يعني استعملها عادي هون حتى ما في داعي نشوف هلا سكرين من تحت، احنا بنطلع لايف بنطلع على السكرين من فوق. شغله بدي اقولها انه هي مش ضد المي، فبدنا ننتبه اذا عم نصور اوت دور وطالعين كاميرا واحده تنصور فيها ونطلع لايف، ننتبه انه تكون الدنيا مش عم بتشتي، لانه كل هالانبوتس والاوتبوتس حتغرق. في حال ما بدنا نطلع لايف وبدنا بس نسجل، كمان فينا نستعملها كميكسر للتقطيع ونعمل الحلقة تبعنا عادي من دون ما نطلع لايف ونسجلها على الميموري. سعر اليولو بوكس بالأسواق الإماراتية 3500 درهم موجود بأدفانس ميديا، حاترك له لينك تحت حابين تطلبوها. هيدا كان كل شيء اليوم معنا، حلقة بعيد عن التليفونات بعيد عن السماعات، شيء جديد على القليل بالنسبة لي. إذا عجبتكم الحلقة ما تنسوا اللايك، عندكم أي سؤال تذكروه تحت، وسلام.